شاء الله بغيت نحاول نتقاسم معكم موضوع مهم تيخص الجانب الصحي ديالنا وفي ظل هذه الجائحه وهذا الوباء اللي انتشر في العالم كامل. مجموعه كثيره من الناس صبحوا يعني مركزين على ما هو سلبي فقط في هذه الظروف اللي حنا نعيش فيها، فالتركيز على الاشياء السلبيه عندها اثر سلبي وقوي على الجانب الصحي ديالنا. فكيفاش حنا غادي نحاول نتعاملوا مع هذه الجائحه؟ يعني لكثير من الناس يعني يرسلون ويستقبلون صور واخبار وفيديوهات اللي حقيقه تؤثر على النفس، عدد الوفيات، عدد المصابون، مستشفيات كيفاش الناس يكونوا في العنايه المركزه، كيفاش يموتوا، الدفن ديالهم، هادشي كله عنده كما قلنا اثر سلبي. فالتركيز الكلي على هذا الجانب غيخلي عندكم اثار خير ولو بعد كورونا، حيت الجسم الانسان تيتفاعل مع الصور اللي تيشوف، الا شاف شي حاجه زوينه الذات ديالو تتعامل بواحد الشكل اللي غتكون فيها صحه، ولا شاف شي حاجه خايبه بطبيعه الحال العقل الباطني تيتفاعل وتيتعامل يعني تيامر بافرازات هرمونيه اللي ماشي في صالحنا هنايا، بحال مثلا القلق والخوف والتوتر، هذه المشاعر هذه كلها عندها واحد دي زهرمون اللي خصنا عمرنا ما يكون في صالحنا بنسب قليله، ولكن الاستمرار في تلك المشاعر تتخلي افرازات كثيره في الجسم، وبالتالي تتحدث يعني خلل في الخلايا ديال الجسم، ومن بعد منها تتصاب ذلك العضو بالمرض سواء معده او قلب او كلوه او اي عضو من اعضاء الجسم، وممكن نمشيو حتى الامراض المزمنه الكبيره مثلا كامراض السكري وامراض الطونسيون مثلا الضغط، وكذلك امراض السرطان. فالتركيز ديالنا خلال الجائحه كيف خصو يكون؟ وهذه النصيحه اللي بغيت ننصحكم، خاصنا نشوفوا ما هو ايجابي فيها، اشنو هو اللي استفدنا حنا في هذه الجائحه. صراحه كانت نقاط كثيره وقويه ومفيده الحمد لله. اول حاجه تصالحنا مع الله عز وجل، بقينا جالسين وجات مع رمضان، صارت مع رمضان، فولينا تنصليو بشكل منتظم مع وليداتنا، اكتشفنا وليداتنا، قربنا لوليداتنا والاهل ديالنا كاملين، اكتشفنا فيهم اشياء اللي كانت غيبه علينا، تحاورنا كثير. دونك تشوفوا انتم هذه الجائحه الدور الكبير ديالها، كذلك الناس عندهم مصانع عندهم معامل لقوا بان ذلك العامل البسيط هما محتاجين ليه، يعني الاغنياء محتاجين الضعفاء، ملي تيوقفوا المشاريع ما توقف، المقاولين وكما تنشوفوا حنا المقاولون يعني المشاريع ديال موقفات لان البنايه ما بقاوش، فخصهم يفهموا ان انت تتغنى بفضل دوك البسطاء. فهاد الجائحه غتخلي ان الناس يفكروا بشكل كبير في هذا الجانب ديال الناس البسطاء، كذلك خلات المسؤولين كاملين تيهتموا يعني يفكروا وخصهم يفكروا بالبحث العلمي وبتطوير التعليم ويوصلوا به مستويات ارقى واحسن. علاش؟ لان الانسان اذا كان واعي ورقي من مستوى الوعي، بحال حنا تنشوفوا مثلا ملي تيبغيو يدخلوا الناس لقاو مشاكل معاهم، فلقاو مشكل ديال الوعي يعني خاصو انسان يشتغل عليه، وحنا كنا حسينا به. ثانيا لقينا اننا بدينا نهتموا بالنظافه اكثر، نغسلوا يدينا ونحتاطوا من الاشياء اللي حنا ما كناش ردوا لها البال قبل. فلهذا اقول لكم التركيز على الاشياء الايجابيه غتخلكم سعيد ولو سعداء ولو تكون مواقف خيبه،